ويبقى الميقاتي الوحيد وحكى المباراة عبد الشهيد عبد الأمير. حتى الآن نتيجة مطمئنة بالنسبة للحد بانتظار اللقاء. الياب هنا المولود هنا العرضية خطرة كرة جول جول محمد عبد الوهاب والثلاثية حداوية تضع الحد في المباراة النهائية بكل أمان بانتظار لقاء الياب وبنتيجة كبيرة. وبهذه النتيجة الحد حتى الآن يضعون القدم الأولى في المباراة النهائية الشاذ للعرضية وهنا النهاية. هو